قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، بكل الفخر والإعزاز يسر بج تغريدات المنشاوي أن يقدم لكم هذه التلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. أين هم؟ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أي نعم. الله 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 الله. نزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. الله 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 الله. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. الله 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 الله. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين أي نعم أي نعم أي والله أي والله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب يا سلام اللهم وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم الله والله والله ونادوا أصحاب الجنة أن
سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. الله أكبر. الله أكبر. الله وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. الله الله عليك يا مولانا. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. الله الله الله. رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا
الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون الله عليك يا مولانا. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الله 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 قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا السماء
السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله 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 الله. سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك ربي. الله يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سبحانه وتعالى. قم تضرعا وخفية الله 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 إنه لا يحب المعتدين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. سبحانه 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 وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. سبحانه وتعالى. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا
تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. سبحانه وتعالى. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. سقناه لبلد ميت كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يطهر
يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين الله أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون الله أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ الله الله الله
لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. يا الله فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أفلا تتقون. يا سلام. قال الملأ الذين كفروا من قومي لنراك في سفاهة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. الله Thank you.
أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أعجبتم أن جاءكم ذكر ربكم على رجل منكم لينذركم. الله 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 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. وقطعنا دابر الذين
قد جاءتكم بينة من ربكم فاذكروا آلاء الله